من فكرة بسيطة طرحتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ افتح خزانتك إلى متجر لتوزيع الملابس على المحتاجين مجاناً. هكذا حولت شيرين قباني مبادرتها الإنسانية تياب العيد في غضون 3 أسابيع فقط إلى مشروع تفاعل معه بقوة المواطنون من مختلف الطبقات الاجتماعية. جاي هالكيس تبرع للأولاد الصغار ينبسطوا بالتياب العيد، يعني خلي الفرحة لألون تكتمل ونقدم لهم لأنه قدر عليه. تتنوع المساعدات التي يستقبلها المتجر بين أحذية ومحفظات وحتى ألعاب، أما الملابس فيعاد غسلها وتوضيبها. كل يوم عم نستقبل من عند تياب العيد شي 300 قطعة، عم ننتج لهم كل يوم 250 قطعة، الإنتاج اللي هلا مسلمين لهم حاليا على 3 أسابيع 1800 قطعة. العيد بالنسبة للشابة الصحفية لا يتعلق بمناسبته الرسمية، بل بكل يوم تدخل فيه الفرحة على قلب كل محتاج. الفكرة طلعت من خزانتي، فتحت خزانتي لقيت فيها تياب كتير، قلت هالتياب ما لازم تنكب، لازم يستفيدوا بنات من عمري منهم. حطيت بوست على فيسبوك، انتشر الموضوع، صار بحاجة أنا لمحل لأنه الكمية كتير كبرت، هالمحل لكل العالم. وأنا بدعي من خلالكم، من خلال تلفزيون المستقبل، كل اللي عم يحضر هيدا الروبورتاج يفتح خزانته ويشيل له قطعة من تيابه، ما ضروري تكون جديدة حتى لو مستعملة. شركة وفا المعنية بدعم مثل هذه المبادرات تلقفت المشروع وبدأت بتمويله لمدة 4 أشهر. عم نسعى أنه تضل دائما، تضل المحل مفتوح دائما كرمال كل الفقراء والمحتاجين، تضلوا مستفيدين من هالمحل، وهالمحل بضل محافظ على قيمة الشخص وعلى كرامة الشخص، لأنه بفوت عم بياخذ كأنه يعني عم بيشتري الثياب بدون مقابل. وعلى الرغم من تفرغها لعملها الأساسي، تصر قباني على مواصلة مشروعها لإنجاحه وتطويره. بذرة صغيرة تم زرعها في هذا العمل الإنساني والخيري، علها تنمو بسمة في وجه المحتاجين. من أمام محل تياب العيد في برج أبي حيدر، معتصم حميدو، تلفزيون المستقبل.